فاتي يا بنوري ولا بنوري نزل الازازة اقول لك حاجة كم نفر عندك جوه كم واحد يا دي الناس اللي بنت كم واحد طب استنى كم نفر مسلحين لا مؤاخذة لا مؤاخذة مسلحين طب خلاص حطيت ايدي على البلف على فكره بقى الوقود اللي في الطياره مش هيكفي للخروج بره مصر اتصرفوا من اي حته زودوا لي بنزين وعلى راي المثل ان بنزنت بنزن سامعني هو اكيد اسمع يا ابني معاك النقيب تيسير فهمي انصحك انك ترجع الطياره ارض المطار وتلغي فكره الخطف وانا هطلعك براءه انت والناس اللي معاك وانت ازاي هتطلعنا براءه هطلع لكم ورق يثبت ان انتوا مجانين ومعاكم شهادات معاملات اطفال وانت فكرك الحكومه هتصدق يا ابني احنا الحكومه هنشربها بمزاجنا الكلام ده ما ياكلش معانا وعلى راي المثل ان كان كل احنا لينا مطلب واحد ومش هنفصل فيه اقدر اعرف ايه هو الافراج عن الحروف يا اما هناخد الطياره كلها باللي فيها ونطلع على اليونان ولا اليونان احلى استنى انت معاك دكتور بيرم وكيل اعمال والمتحدث الرسمي للرجل العنابي وليه العوا ده بقى ايه اللي دخل الرجل العنابي بينا ولا عوا ولا حاجه المصلحه واحده انتوا عايزين الحوفي واحنا عايزين نطمن على سلامه الركاب وده هيحصل ازاي هنبعت لكم الرجل العنابي فوق لو لقى الركاب كويسين هنبعت لكم الحوفي ونفتح لكم المجال الجوي واضمن منين بقى ان الرجل العنابي مش هيقل باصله ويعمل حركه كده ولا كده الضمان معاك 150 راكب فوق تحت ايدك اي رصاصه هتخرج من مسدسك هتعرضهم للخطر والعنابي بتاعي مش عبيط عشان يعرضهم للخطر والعنابي ده بقى هيخش الطياره ازاي هيدخل الطياره ازاي لازم الكابتن ماجد ينزل بالطياره لارتفاع اقل من 10000 قدم ويعادل الضغط الداخلي زي الخارجي اظن سمعت بلغ بقى الكابتن ماجد لو ما لقيتش الكابتن ماجد ابلغ الاخوان شوقي لا مش وقته حبيبي الكلام ده نفذ واحنا هنبعت لكم العنابي حالا ماشي الكلام عالية قوي دي يا برنس الاخوان شوقي وياسين وكابتن ماجد وكده حوفي ايه اللي انت هتديهولهم انت بتتصرف كده بصفتك ايه بصفتي ان انا الوحيد اللي هخرجكم الكارثه دي ومع ذلك يا سيدي انا اسف اتصرفوا انتوا استنى بس يا بيرم ما تسعدش من عمي ده راجل كبير وبيخرف تيسير لم نفسك احنا في مكان حساس والكلام ده متسجل علينا انا مش قصدي يا عمي معلش اصل اعذره بس اصل هو يعني بنته وحفيده فوق في الطياره وانا اخويا ومراته فوق في الطياره يعني قلبي على الطياره اكتر منكم يا تتصرفوا انتوا يا تسيبوني انا اتصرف لا طبعا اتصرف انت ها يا عنابي كام واحد نفرين كان معاهم سلاح مسلحين طب اسمع يا عنابي هتطلع هتطمن على الرهاين اللي فوق وتنزل لنا تاني هات فتن والابنودي واحلق لبقيه الطياره ولعب جاز حصل استاذ عنابي لو سمحت امرنا يا باشا اهم حاجه نظام حاول ما تنزلش من غيره دينا حاول لو ما عرفتش مش مشكله السلام عليكم ابنودي ما تروح تضرب الراجل اللي ماسك مسدس دوت في ايده علقه زي اللي اديتها للعنابي علقه لا ما ينفعش هو ايه اللي ما ينفعش اذا كنت ضربت العنابي يبقى ده هتضربه بصبع رجلك الصغير فاتن ده وقته عايز ايه انا ضربت العنابي عشان ضايقك انما ده ما عملكيش حاجه اضربه ليه ما ضايقنيش ايه ده خطفني خطف الناس كلها اهو اديكي قلتي خطفك مش مضايقك لو كان مضايقك كنت ضربته وبعدين اشمعنى انا يعني دون الناس اللي في الطياره كلها اللي عايزاني اضربه اصوت والم عليك الناس هو انا يا راجل اعرف غيرك في الطياره طب ايه رايك بقى انك هتضربه فاتن يا حبيبتي مش معنى ان ربنا مديني شويه قوه زياده ان افتري بيها على البشر كده عادي لا
وبعدين اديكي شايفه الاستاذ مسقط والاستاذ شقط ده جسمهم عامل ازاي، ده مش هياخدوا مني نفخه. في ايه عاملين زيتها منك ليها ليه؟ عاجبك كده اهمادي بقى. احنا اسفين يا استاذ مشقط. مشقط انت هتهزر معايا؟ اسفين ده ايه؟ مش اللي يخطف طيارة الأول يعرف عليها مين وظروفه إيه ولا يخطف كده والسلام؟ وأنا جاي أعمل جمعية ولا أخطف طيارة؟ عليها مين وظروفه إيه؟ عليها الراجل الدكر قوي اللي ضرب الرجل العنابي وسففه التراب. وايه نظام الاكل هنا؟ انا جعان وعلى راي المثل ان جوعت جوع. انا عاوز اكل طبيخ. ما تكلم لنا الواد العنابي ده يجيب لنا اي حاجه تكوي وهو جاي. بقول لكم ايه، انا ممكن اطبخ لكم بس بشرط تفكوا جوزي. ماشي ماشي. بتعرف تطبخ يا بت؟ بت ما تبتك، انا بعمل بقى محشي كرنب عجب. الله، بالرز؟ بالرز. وبتحروقيه كده وتحرمشيه من تحت؟ ايوه، محرمش كده لحد ما يسود. وتعصري على وشه ليمونه. ليمونه وحبه حبهان. اكتبي الطلبات في ورقه بسرعه والعنابي يجيبها معاه وهو جاي. صباح الفل يا شباب. صباح الفل. مرحبا بالعنابي. من الاخر يا رجاله، احنا شباب زي بعضينا وعايزين نحل الحوار ده في البتوين بره الحكومه يعني. احنا عند كلامنا والناس قدامك اهو مسخسه ليه، شيك عليهم وعلى راي المثل ان شيكت شيك. وانزل هات لنا الحوفي وتعالى. كويسه يا بت. وانت مالك؟ خليك بعيد ولا خليه يديلك علقه زي اللي اديها لك في الصحراء. بعيد ايه؟ هديكي بالقلم على وشك. امسكي فيه، ده جاي ينقذنا. سيبك منها يا عنابي وانقذنا انا. ايه ده يا جدعان؟ احنا مش قلنا مفيش حد هيتاذي؟ رابطين الجدع ده ليه؟ ده انت نفسك ما تزعلش على النانوس ده، والبت دي بتقول ان انت كلت علقه مكن. صحيح الكلام ده يا ابو العنانيب؟ حصل والنعمه ما قلت. بيقول لك هي اللي قالت له. انا ما فتحتش بقى. مش موضوعنا، فكوا وشوفوا طلباتكم ايه. بص يا عم الحاج، انت هتجيب لنا الحوفي ومعاه بنزين زياده يكفينا عشان نوصل لليونان، وتجيب لنا الطلبات دي عشان خاطر المحشي. عشان ايه المحشي؟ 10 كرومبات و20 علبه صلصه و12 كيس رز و10 كرفس و1 شابوت. ايوه، بس الكلام ده على حساب مين يا رجاله؟ على حساب الحكومه. احنا لينا وجبة في الطيارة هنا وما شفناش عنها حاجة. البت دي بتعمل محشي محروق أجرك الله. راكب؟ راكب، بس أنا لا مؤاخذة يعني ما أعرفش أنقي الحاجات دي لوحدي. البت دي تلزمني تنزل تنقي معايا ونرجع سوا. والله فكرة. أحسن ما يجيب الحاجات بايظة. تنزلي تروحي فين؟ أنت مالكيش راجل ولا إيه؟ مفيش نزول، أنا اللي هنزل معاه بنفسي. خدني معاك أنا يا عنابي، أنا بنقي أحسن منها. خدهم هما الاتنين، مش فارقين معانا أصلا. بس اقول لك على حاجه، بعد نص ساعه بالظبط لو ما بقتش هنا هصحك كل اللي هينصحك. ربع ساعه بعد فكوا. يلا اتفضل. بقول لك ايه، ما تقول لهم ساعه عشان نلحق نجيب الحاجه. يا بنت الغبيه، انا بقول لهم كده وخلاص، احنا مش راجعين تاني. يلا بينا. ايه ده؟ ده عيل صغير ولا دبدوب؟ لا يا عناب، ده ابني نظام. نظام ابن الظابط؟ ابني تيسير جوزي. وايه اللي في ايده ده؟ ده بيحبك قوي يا مستر عناب. احنا ملناش حد هنا في الطياره، ارجوك انقذني انا وابني. استرجل يا، مفيش راجل يخاف. هتبات النهارده في اوضتك. ميرسي قوي مستر عناب. خليكوا انتوا هنا، انا راجع تاني. ليه؟